مرة رحت على المستشفى كأوبزيرفر، يعني ما كنت عم بشتغل، كنت عم شوف اثنين كلاون دكتورز أقدم مني عم يشتغلوا. فأول ما وصلت على المستشفى كان في براشر كتير، بس أول شيء وقفة أنا على الكونتوار بلاقي شكل هيك قدامي مصل وماشي المصل من بعيد، ما فهمت شو عم بصير، عم بتطلع ورقبة ضلت عم ببرم وجهي لحد ما مرقت بنت كتير 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 صغيرة ماسكة المصل وعندها كانسر، فهي بطبيعة الحال ما عندها شعر، لابس ضعيف جسمها شوي أكيد من وراء العلاج. يعني هاي أول شوك خلتني أفكر كتير إنه أنا حقدر كفي حقدر فوت بالأحرى بهذا الشغل. ما بعرف الريحة كمان بتصير لما بتخلص مستشفى بتضل بجسمك وقت، بتضل براسك وقت، كل شي بتشوفه بضل مطبوع عندك لحد ما خلصت هاي الفيزيت، لأنه كانت طويلة كتير، كانت بحدود 5 ساعات. خلصت هاي الفيزيت فلت على البيت عم بفكر انه انا رح كفي ولا ما رح كفي. بعدين لقيت انه وعيت تاني نهار ناسي كل شيء، مثل كانه كان قرار، يعني كان قرار انه انا بدي فيق ناسي كل شيء لحتى اخذ قرار انه انا كفي بابتسامة، وهيك صار. في بعد لك موسم كبير كبير كبير. بونجور بونجور يا قمر. نسر قد ايه عمرك حبيبي؟ جيري 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 جيري. وين العصفور؟ وين العصفور؟ جيري جيري جيري. يا هول كتير حلوين. انت عملتيهم؟ انت عملتيهم؟ غزل انت عملتيهم حبيبي؟ كيف تعمليهم؟ علميني كيف تعمليهم؟ فيني شوفها؟ فرجيني اياها. ياي شو حلوة، واو. ليكي كيف تحطي هاي لحتى تصير اسوارة؟ تعمليهم هيك 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 هيك. كتير حلوة حبيبتي، بتجنن تقريبا. يعني تجربتي بعدها 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 من اول بداية التجربة، بس من خلال التمارين واللي المرات اللي صرت فيتهم عند الاولاد على الغرف وبالمستشفى، أعرف إذا هو بدي يشارك شيء بدي يشاركه أو شيء، بس هو على طول بتحس قد هيدا الشيء تقيل محل، وقديش هو كمان للعم بيعطي وللولد. يعني ما بعرف أوصف بكتير بكلمات هيدا الشيء، بس شيء رائع. يعني شيء كتجربة حتى شخصية أو كتجربة مع الفريق، مع كل الفريق ابتسامة. بحياتي أول مرة بحس كل هالأحاسيس اللي عم حسها، وحتى طريقة الشغل وكل شيء من التمرين لتوصل على الغرفة لتظهر. كتير حلوة أنت غزال، قد ايه عمرها؟ 5 سنين. 5 سنين؟ بس عندها عملية للقلب، عندها عملية للقلب. للقلب؟ يمكن بعد بكرة، بكرة عندها صورة سكانر. شو المشكلة؟ ثقب بالقلب. هيدا خلقة؟ بس كل ما نعمل لها صوره كل 6 اشهر عم نلقاها 100 ساعه اكثر. ايه هلا ما عادش فيني جلز نعمل لها عمليه، ماما ضغط على الروايه. تعملي عمليه اللي هي شو هي بتكون عمليه؟ هي للقلب، بسكر الثقب. ان شاء الله خير. انا كثير بحبك، كنت انا وصغيره بعمري كنت غنيه كثير. بتعرفي هيدي هالسيسون؟ بتعرفيها؟ بتعرفيها؟ تعال غنيه انا وياك. يلا 1 2 3. هالسيسون شو حلوين. لك شو، ما فهم بسمع صوتك. صوتك صغير 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 صغير، بسمع صوت كبير. انت كثير قويه ما هيك؟ يلا 1 2 3. هالسيسان شو
شو حلوين عم بيدوروا مبسوطين شربوا مي قالوا خي رفعوا راسهم شكروا ربهم مبسوطين ما بيخافوا لا لا شو ما شافوا لا لا امن حدن هني حدا مبسوطين سطورة. في كتير لحظات حلوة انه لما انت بس تكون حاسس انه الولد عم بيحس معك هاي اللحظة الحلوة اللي هي عم تتسجل بهالوقت بس انت ما بتعرف هيدي بعدين او انه حتتغير ولا لا ولا هيدا الولد انه بتكون تسجلت عندك وعنده هاي اللحظة هي اجمل شيء انا بحسه. مرة كان عندي فيزيت بسان جود خلصتها كانت كتير حلوة. كان في بنوت عمرها تقريبا 11 سنة هي من العراق، فأنا أول ما قلت لها إنه هي من العراق أو أول ما عرفت بلشت غني لها جنة 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 ونغنيها سوا ونعمل هيك مثل حفلة عليها مع البي. رحت بعد فترة ما بتذكر قديم رحت بعد فترة على نفس المستشفى وكان عندي فيزيت، أخذت الأسماء طبعا ما انتبهت لشي، دقيت على الباب وفتت لعند نفس البنت، ما كنت بعرف إنه هي نفس البنت. فتت هو غير شكل كليا لأنه كان الكانسر شوي منتشر بطريقة كتير مزعجة وعامل يعني عامل كمان تغيير بالتشوه شوي بالشفاف بالعيون بالشكل كتير، ف ما عرفت أكيد. وحتى هي ما فيها تحكي كان بهذا النهار لأنه كان صار عندها مشكلة كمان بحنجرتها، فهي ما فيها تحكي وأنا ما عرفتها لأنه أنا أصلاً بنسى وهي شكلها مغير، ما كان لقلي شيء واضح لحد ما أنا عم بحكيها وعم بشتغل شوي وما بدي إياها ترد لأنه بعرف أنه هي ما فيها ترد. بعدين بسمع صوتها أنا وعم ببرم وملهية بالعجقة تبعيتي بالكلاون تبعي، بسمع صوتها عم بتغني جنة جنة جنة، فأنا بعرف أنه هي هي ذات البنت. وبظهر أنا عم بغني الغنية وأبكي بنفس الوقت لأنه أنا ما تذكرتها بس هي تذكرتني. هي بعد ما ذكرها هالقد تفصيل صغير بعده عندها برغم أنه هي ما قادرة تحكي، حبت توصل لي وتقول لي أنه أنا بعدني هون بعدني موجودة. بدك تحكيني ولا لا؟ بدك تحكيني بلا كاميرا؟ بقلن يطلعوا؟ طلعوا طلعوا. تعي قعدي هون قعدي هون. تعي خبريني شو بدك تقولي لي؟ أول شيء قولي لها شو اسمي؟ يلا شو قولي لي؟ شو اسمي انا؟ ولك ايه بتحكي؟ بالاخر نجحت، مش مهم كيف بلشنا، مهم انه انتهينا بانه خليتها تحكي معي ونتصور سوا. هلا هي شو مريضه بشو؟ هي عباس لكلاوي لي فتره سكر الكافيه جيت فتحت لها اياه بس ماني موجوعه هلا. ما هي لا اخي بس مدير العمليه يعني
خي معلي خلصنا منها امبارح امبارح. وسا هي مسافره جمعه تجي على ايطاليا. واو شو عندها بايطاليا؟ بدنا نروح نزرع لها كل يوم. شو حلو بتصير كثير قويه وبترجع ما بها شيء صح؟ Give me five. ايوه هيك ديانا استغربت كثير كثير يعني صرت اقول انه يعني هالقد انا ما عندي امكانيات انه خليها تحكي انه شكيت بحالي انه قديش هي رح اقدر انا خليها تحكي ليكم كيف اجى هذا الفيروس؟ هوا من الهوا هيك؟ ولا؟ طب بيعدي؟ إذا بيعدي بعينه بالمستشفى إذا حدا نشف إيه 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 بس منه خطير لا بس بده وقت إيه بس ما بيفوت على العين يعني ما بيأثر سلامة قلبه كأنه هالطابع تخلق طابات جديدة؟ ايه؟ طابات جديدة؟ بس حاسة حالي كتير قوي. الصعوبات اللي منقطع فيها بكلام دكتور هي كتيرة لأنه أنت بتجي من دون توقعات على المستشفى يعني أنت ما بتجي تعمل شيء معين أنت بتجي بتلبس ثيابك بطريقة اللي بتعرفها قديش هي كوركت بتخلص بتظهر بتاخذ الاسماء ما بتعرف اصلا انت قديش رح تفوت على كم اوضه ما بتعرف رح قد رح تقعد وقت ما بتعرف شو في حالات عندك كله بتتعرف عليه بلحظتها لما بتوصل حتى ما بتقرر شو بدك تفوت تعمل بالاوضه انت بتدق على الباب بتفتح وشو بتلاقي قدامك بدك تخلق منه شيء ارتجالي فانه هذا كله صعب حتى ما بتعرف اذا الواد رح يتقبلك او لا which is كثير بيكون اوقات كثير بيكون اوقات في رفض من الاولاد يا قلب الطبيب يا قلب ما بتطلع الطبيب في طبيب عم تيجي من هو قد ايه نجحت انه انا اليوم هيك ازرع بسمه كمان مع ابتسامه على وجوه هالولاد الصغار